Mais قلنا اليوم باش ناخذ الشابيتر الاولاني هذايا دونك لافونسمون دون رياكسيون شيميك دونك كيما تلاحظ اللي لو بوين ديتود نتاعنا على شنو باش نركزوا الكادر جينيرال نتاعنا باش نركزوا دونك على الرياكسيون شيميك باش ندرسوها دونك بوين دو افونسمون حتى نشوفوا واش معناها افونسمون دون رياكسيون شيميك مي تو دابور خلينا ناخذوا فكره على الرياكسيون شيميك سي كوا داكور مي هذا البلان اللي باش نتبعوه اليوم. Donc, on va étudier l'évolution d'un système chimique. Tant que je m'en ai évolution, tant que je m'en ai un système chimique. D'accord? On va traiter la notion de l'avancement. On va traiter l'avancement, je m'en ai un avancement. On va traiter la transformation totale et la transformation limitée. Ça donne deux caractères. Ou est-ce le taux d'avancement final d'une réaction chimique? D'accord? Bien, avant de commencer le cours, je vais faire un rappel petit à la chose qui est importante que nous avons écrit نستحقوها دونك سورتو في الدرس هذايا دونك نعملوا ان رابيل بي بويسكو قلنا لو بوين ديتود نتاعنا هي الرياكسيون شيميك سي كوا لا رياكسيون شيميك دونك لو بوين الاولاني ناخذوا لا ديفينيسيون دون رياكسيون شيميك شكون ينجم يعطينا الديفينيسيون ديفينيسيون سامبل قريتو في البروميير اني هي عباره شنو هي الرياكسيون شيميك دونك انا عندي دو كور ريغاردي عندي دو كور كور ا Ou Andy le corps B. Mélange de solutions. Non, non, mais on a qui la solution. Pour le moment, la solution est qu'il y a un Andy deux corps, le corps A ou le corps B. D'accord. Si le corps A se met en contact avec le corps B, eh bien, je ne t'assois pas la corps جديد. مثلا, نسميه le corps C. إذا كان le corps A ou le corps B يعمل contact مع بعضهم, فهمتني؟ نتحصل على corps C. مال الفلاش هذا عبرت به على شنية أنا عبرت به على تحول c'est une transformation c'est une transformation مال الرياكسيون شيميك هي تحول c'est une transformation au cours de laquelle شيقع فيه شيقع فيها الترانسفورماسيون هذه فما ديكور كي ديسباريس ما عادش موجودين اللي هما الا والبي اللي نسميهم دونك لي رياكتيف وفما ديكور جدد يظهروا اللي هما الكورسي بار اكزومبل L'insamir donc le produit. D'accord? Mais là, si on va écrire une définition simple de réaction chimique, là, je m'en coule donc la réaction chimique est une transformation au cours de laquelle il y a des corps qui disparaissent. Les réactifs. Ou femme des nouveaux corps qui apparaissent. Et des nouveaux corps qui apparaissent. Et les séminaires, donc, les produits. Mais là, à partir des réactifs, je me trace à les produits. Donc, à partir des réactifs, il y a des réactifs, je me trace à des produits, des nouveaux corps. Voilà. D'accord. Bien sûr, on modélise la réaction chimique par une équation. On modélise la réaction chimique par une équation de la forme générale suivante. Donc, on a deux réactifs, par exemple A plus B, et C, par exemple, qui mène à un autre produit D, par exemple. D'accord? Donc, A, le réactif, le B, le réactif, et un produit C. Mais il y a aussi des coefficients stoichiométriques. Petit A, petit B, petit C. Donc, des coefficients stoichiométriques. Et je vais prendre un exemple. Exemple, باش تفهم لي مليح. Exemple. الأ والB والC هذوما الجراند تاع جراند B والC هذوكم لي فورمول شيميك. داكوردو. مثلا إذا كان عندي لو دي أزوت N2 باش يتفاعل مع الـ H2 باش يعطيني دونك NH3. دونك الN2 هذايا هو الأ، الH2 هذايا هو الB، والNH3 هذايا هو الC. مالا الا بيتي تا وبيتي بي بيتي سي شنيا
دونك هذوك لي كوفيسيون ستوكيومتريك باش نعمل بهم ليكيليبر نتاع الرياكسيون دونك لي ليكواسيون هذه ماهيش ايكيليبري دونك نعملوا لها ليكيليبر دونك لهنا عندي دو ازوت هكا دو ازوت لهنا عندي ازوت واحد نزيدوا لهنا دو داكور به توا عندي دو ازوت وقداش عندي من هيدروجين ولا هاي 6 لهنا عندي دو قداش لازم نزيد 3 مال الا قداش الا الموجوده لهنا هي قداش اللي هي هذه صحيح ولا اه والبي هذه قداش 3 والسي هذه قداش 2 هذوما يتسموا لي كويفيسيون ستوكيوميتريك ستوكيوميتريك داكور والجران تا والجران بي والجران سي هذوك دي فورمول كيميك الفورمول نتاع الموليكول داكور دو بي هذه هي الديفينيسيون وهذه هي ليكواسيون دون رياكسيون كيميك تعديو للنقطه الثانيه توا لي كاركتير كل رياكسيون كيميك عندها ان سارتان نومبر دو كاركتير صفات معينه لي كاركتير دون رياكسيون كيميك هاي نبداو باش نسهل عليك معناها شنو نقصدوا باللي كاركتير فما مثلا رياكسيون تاخذ برشا وقت فهمتني دونك نسميوها ان رياكسيون لونت شنو هي العكس نتاعها رابيد رابيد به فما رياكسيون وي هاي يعطيني دوتر كاركتير دونك عندنا اللونت عندنا الرابيد شنو هي اخر توتال توتال هذيك عاد باش نكتشفوها اليوم توتال اكزوترميك صحيت اكزوترميك اكزوترميك وفما زاده العكس نتاعها اندوترميك هي الفرق اكزوترميك معناها لا تمبيراتور هذه غرونتي اوغمونت اندوترميك لا تمبيراتور ديمينو اذا كان التمبيراتور ريست كونستانت دونك سي اون رياكسيون اترميك اترميك معناها لا تمبيراتور ريست كونستانت ما تتبدلش عباره مثلا تاخذ شويه ملح باش تذوبه في الماء بيان سور التمبيراتور ريست كونستانت دونك سي اون رياكسيون اترميك باهي فما دو زوتر كاركتير زاد ريغاردي اذا كان انت عندك شويه الكول هك في حاطه في كيس الكول الكول شويه عندك شويه الكول حاطه في كيس ما هو الكول مقابل للاحتراق ولا ينجم يشعل الكول هكا ولا ليه اي وانت عندك الهواء لير تو هذوما لي رياكتيف نتاعك لير اللي هو دي اوكسجين او 2 وعندك الكول تو انت هاو عندك لي رياكتيف شعل شي تو الكول ما شعلش هكا ولا ليه ما لا وقتاش ينجم يشعل الكول هذايا كي نستعمل شنيا فلا فلا كي نستعمل فلا كي نشعل نستعمل فلا داكور ما لا فما رياكسيون ما يخدمو الا ما الا ما الا ما يبدا فما انترفونسيون اكستيريور الا ما فما تدخل خارجي يساعد الرياكسيون هذيك على باش ال سو ديكلونش كيما البريكيه مثلا الرياكسيون اللي في البريكيه تاخذ البريكيه تصير فيها رياكسيون عندك انت غاز في البريكيه داكوردو الغاز هذاك قابل للاحتراق عندك الهواء البرا دونك فما هكا الفلسه هذيك في البريكيه اللي باش تعطي ايتانسيل الكتريك هكا الايتانسيل الكتريك هذيك هي اللي تساعد الغاز باش يحترق ما لا الرياكسيون هذيك الا ما تصير الا بتدخل خارجي تتسمى دونك انو رياكسيون امورسي تستحق امورساج انو رياكسيون امورسي والعكس نتاعها اذا كان عندك جوست لي رياكتيف تقربهم مع بعضهم تتحصل على البرودوي شنو تتسمى الرياكسيون هذيك عكس لامورسي دي مورسي لا سبونتاني سبونتاني انو رياكسيون سبونتاني دونك هذوما الكاركتير اللي قريناهم في البريمير اني توا باش نزيدوا عليهم في الدرس هذايا دو زوتر كاركتير باش نكتشفوا دو زوتر كاركتير كما قال زميلكم لهنا قال لك راهو فما رياكسيون توتال وفما رياكسيون ليميتي داكور دونك هذوما باش نكتشفوهم اليوم مع بعضنا داكور دو في اخر الدرس باهي نمشيو للنقطة الثالثة اللي هي أهم حاجة في الرياكسيون كيميك اللي هي لا ستوكيومتري العلاقة ما بين لي رياكتيف معناها لا ستوكيومتري إيه دونك ناخذ الرياكسيون تاعي أنا يعني سوا باغ إكزومبل أن رياكتيف أ إل فا رياجير أفيك أن رياكتيف بي يعطيني أن برودوي سي وهذوما كيما قلنا لي كويفيسيون ستوكيومتريك توريت الستوكيومتري هذيا
تخص كان لي رياكتيف لي برودوي ما عندنا بهم حتى علاقه في ستوكيومتري داكور ستوكيومتري هي تخص لي رياكتيف برك فوالا باش ناخذوا كان لي رياكتيف داكور اي في ستوكيومتري عندنا دو كا لو بروميير كا On va calculer la quantité de matière du réactif A. On a le coefficient stoichiométrique de la petite A. Attends, on a deux exemples. Je vais vous donner un général. On a un exemple. On a le coefficient stoichiométrique de la petite A. Kif, kif, on a le réactif B. On a le nombre de moles de la quantité de matière. On a le coefficient stoichiométrique. ستوكيومتريك نتاعو قلنا لي كوفيسيون ستوكيومتريك هما هذوما هما معناها دي شيفر ارقام داكور اذا كان تو كالكول لي دو رابور وتلقى بيناتهم ايغاليتي تلقى الرابور هذايا ايغال الرابور هذايا دونك شنو هي الكونكلوزيون لهنا اللي نجمو نخرجوا بها نجمو نقولوا اللي لي دو رياكتيف سون اون بروبورسيون ستوكيومتريك صحيح لي دو رياكتيف سون اون بروبورسيون ستوكيومتريك عايزين تفسر لنا اكثر اش معناها اون بروبورسيون ستوكيومتريك اش معناها لي دو رياكتيف سون بروبورسيون ستوكيومتريك يعني معناها اوترومون دي نومبر دو مول دو ا سير ا واصل اي ها نومبر دو مول دو ا سير ا ايتيغال نومبر دو مول دو بي سير بي ايتيغال نومبر دو مول دو سي سير سي ايش معناها تو سي بون احنا قلنا البريمي كام تاعنا نلقى ايغاليتي ما بين لي رابور ستوكيومتريك دونك زميلكم قال اللي اذا كان عندي ليغاليتي معناها لي دو رياكتيف سون بروبورسيون ستوك مازلنا ما فهمناش ايش معناها لي دو رياكتيف سون بروبورسيون ستوكيومتريك شنو هي الكونسيكونس تاعنا؟ واحد ليميتون واحد اون اكسي اثنين كيف كيف لي دو سون ليميتون معناها ما فهمناش واحد اون اكسي العكس معناها لي دو سون ليميتون اش معناها لي دو سون ليميتون معناها لي دو رياكتيف Les deux réactifs disparaissent. Zouz bichit nahao. D'accord? Au cours du temps. Les deux réactifs disparaissent à la fin de la réaction. Quand il y a une réaction, il y a l'A ou l'B. Les deux. Oui. الان هذيك اللي وراء ال A والان اللي وراء ال B هذيك اللي محطوطة في المول من اللوطة مثلا H2 H3 اي هذه سي لا كونتيتي دو ماتيير باش نعطيك بعد لي فورمول ونعطيك الاكزومبل على الخدمه اللي باش نخدموها توا داكور فهمت ال A وال B الان ما فهمتهاش الان هي الكونتيتي دو ماتيير النومبر دو مول فهمتني هي الكونتيتي دو ماتيير باش نعطيك لي فورمول نتاعهم كيفاش تخدمها كيفاش تحسبها فهمتني الو قلت لك اذا كان عندي ايغاليتي انا اونتر لي رابور ستوكيوميتريك معناها لي دو رياكتيف سون بروبورسيون ستوكيوميتريك معناها لي دو رياكتيف ديسباريس على فان دو لا رياكسيون اش معناها الكلام هذا معناها كي توفى الرياكسيون شنو يبدا عندك معناها اليتا فينال على لا فان دو لا رياكسيون شنو يبدا عندك يبدا عندك كان لو برودوي سي برك موجود هذا برك تلقاه موجود الا والبي ما تلقاهمش معناها ال ديسباريس تلقى كان السي داكور بي دوزيام كا توا دوزيام كا دوزيام كا إذا كان تعمل الكالكول نتاع النومبر دو مول دو A سور سون كوفيسيون ستوكيوميتريك وتعمل النومبر دو الكالكول نتاع النومبر دو مول دو B سور سون كوفيسيون ستوكيوميتريك اي بان لهنا ما تلقاش ايغاليتي تلقى رابور اصغر من رابور داكور باغ اكزومبل النومبر دو مول دو A سور A تلقاه اصغر من النومبر دو مول دو B سور B ايش هي الانتربريتاسيون لهنا لي دو رياكتيف نو سون با دون لي بروبورسيون ستوكيوميتريك ايش معناها معناها فما واحد ليميتون واحد فما واحد اون اكسي أنا هو الليميتون؟ الآ ليميتون، الآ سي تان رياكتيف ليميتون والبي سي تان رياكتيف دونك اون اكسي داكور معناها اوترومون دي أ لا فان دو لا رياكسيون اش باش تلقى عندك أ لا فان دو لا رياكسيون توا البي اون اكسي معناها فما بارتي باش تتفاعل مع الآ وفما بارتي باش تبقى معناها أ لا فان دو لا رياكسيون ما هو البرودوي ديما موجود لكن باش تلقى معاه الرياكتيف اونيكسي الليميتون يوفى ال ديسباري هذا هذا ال ديسباري ما عادش موجود لكن البي يبقى موجود في السيستيم في الميلونج مع البرودوي داكور شفت لهنا معناها عندنا دو بوسيبيليتي يا اما لي دو رياكتيف هذوما ديسباريس على فان دو لا رياكسيون يبقى عندك برودوي بركه يا اما
واحد منهم صحيت يا اما واحد ال ديسباري واحد يبقى دونك نعكس ونحن الانيغاليتي هذيك يبدا عندك لو نومبر دو مول دو ا سور ا سوبيريور لو نومبر دو مول دو بي سور بي يولي سيتا رياكتيف اونيكسي والبي يولي رياكتيف ليميتون وعلى فان دو لا رياكسيون نلقاو مع البرودوي سي ال ا متفاهمين وي باهي اجا خلينا نعطيك توا نعملوا فورمولير السؤال نتاع صاحبك قال لي الان هذيك شنو هي بالضبط دونك جو بونس كاتريام فورمولير نذكروا لي فورمول اللي نحسبوا بهم لي كونتيتي دو ماتيير دونك لو نومبر دو مول ان فيه 3 فورمول فيه 3 فورمول اف او في اه يعطيني الفورمول الاولانيه ماس على الماس مولير ماس على الماس مولير فوليوم على الفوليوم مولير فوليوم على الفوليوم مولير الفوليوم الفورمول الثالثه كونسنتراسيون فال فوليوم اف او سي باهي تقول لي انا اللي نستعملها ان تو هما ثلاثه هكا اف او سي اف او سي الاولانيه لا لا نحكي لك فانا كا باش نستعمل كل واحدة معناها اللي عندك مسمولير واحدة في تابلو الأولانية في ال اي واصل 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 انت وليتا معناها صحيت انت وليتا دونك الماس والمسمولير تبدا الأولانية سوليد تبدا ليكيد وتبدا غازو صحيت هذه نستعملوها افيك لي سوليد لكن نستعملوها زاد مع لي غاز راهو حتى الغاز عنده ماس وعنده ماس مولير داكور وهذه مع شكون نستعملوها هيك مع الليكيد مع اللي غاز برك هذه فوليوم على الفوليوم مولير مع الغاز برك وهذه مع شكون نستعملوها مع الليكيد سي تادير مع لي سوليوشن اكوز مع لي سوليوشن فوالا دونك هنا وكان عرفنا كيفاش نميزوا وقتاش نستعمل الفورمول اذا كان عندك عطاك سوليد وقال لك اعطيني النومبر دو مول نتاع السوليد هذاك دونك تستعمل ماس على الماس مولير والا حتى اذا كان عطاك غاز وطلب منك الكونتيتي دو ماتير وعطاك هو الماس نتاع الغاز تستعمل هذه لكن جينيرالمون نخدموها باللي سوليد هذه هذاك وردو دونك اذا كان باش يقول لك في الاكزرسيس معناها باش نخدموا بالغاز معروفه باش تخدم كان بهذي داكور واذا كان في الاكزرسيس باش يبدا يحكي لك على لي سوليوشن اكوز اكسيتيرا لي الكتروليت لي اسيد لي باز اكسيتيرا دونك بيان سور باش تخدم بالفورمولا هذه سي فوا دي هاي جا ناخذ اكزامبل على الخدمه اللي خدمناها توا ناخذ اكزامبل نرجع لك ليكواسيون نتاع الرياكسيون اللي كتبناها من بكري دونك عندك ان 2 بلس اتش 2 يعطيك ان اتش 3 وعملنا ليكيليبر نتاعها دونك عندنا 2 لهنا وعندنا 3 لهنا به سيبوزون انا نعطيك توا لي كونتيتي دو ماتيير نعطيك لا كونتيتي دو ماتيير دو ان 2 ايتيغال 0.5 مول ونعطيك الكونتيتي دو ماتيير دو اتش 2 ايغال 0.3 مول هاي باش نشوف روحنا توا نحن فانا كا اسكو في الدوزيام كا هذايا ولا نحن في البروميي كا هذايا داكور دونك باش نقارنوا لي رابور ستوكيومتريك مانيش باش نقارن ديريكت تقارن لي رابور ستوكيومتريك اش معناها معناها تاخذك النومبر دو مول ان اتش 2 سير ان ستوكيومتريك نتاعو قداش لهنا اه وباش تقارنوا بالنومبر دو مول دو اتش 2 سير 3 على الكوفيسيون ستوكيومتريك نتاعو نومبر دو مول دو ان 2 سير 1 مو 0.5 يبقى والنومبر دو مول دو اتش 2 اللي هو 0.3 تقسمه على 3 تلقاه 0.1 0 1 بارابور ل 0 5 0 1 اصغر صحيح ولا هذه 0 1 وهذه 0 5 دونك 0 1 اصغر من 0 5 مالا شنو نجمو نقولوا نحن توا في الدوزيام كا شنو نجمو نقولوا مالا اللي هاش 2 سي تان رياكتيف وال ان 2 رياكتيف اونيكسي باهي الاولاد باش نوريكم سيمولاسيون تلخصنا اللي كنا نحكيو فيه توا باهي سيمولاسيون اي تفرج معايا في السيمولاسيون هذيا واضح جو بونس البارتاج واضح البارتاج سيو وي رياكتيف في اونيك سي معناتها رياكتيف معناتها فهمتيهاش اي ها باش نفهموها توا باش نفهموها توا البارتاج واضح اي واضح بيه. شوف اسمعني ها باش تفهمها توا عندك دو رياكتيف رياكتيف بالاصفر ا ورياكتيف بالاخضر بي والبرودوي نتاعنا سي معناها كي يتفاعل الا مع البي يعطينا سي اي تفرج في الرياكسيون لهنا هاوك لهنا البرودوي سي بدا يتكون بشويه بشويه
وقت اللي دونك يصير تصير شوك ما بين البي والآ يتكون لنا السي داكوغ. لكن في ان سيرتان مومون نلاحظوا اللي السيستيم تاعنا اللي يتسمى السيستيم شيميك دونك فوالا معناتها رياكتيف بي اونكسي هاي خلينا نشوفوا عاد مزال هكا مزال هكا توا اسمعني توا غوغاردي توا اش بقى فيه السيستيم بقى فيه كان لخبط بي اي سي البي والسي وينو الا وينو الا ديسباري ما عادش موجود الا ما عادش موجود في السيستيم دونك شنو نجمو نقولوا عليه الا لي رياكتيف ليميتون والبي هكا مازال يحوس مع السي دونك شنو نجمو نقولوا عليه رياكتيف اونيكسي واضحه تو واش معناها ليميتون واش معناها اونيكسي وي فوالا بلي هاك الميكروويت الاولاد عايشكم نرجعوا للكور نتاعنا به فوالا دونك نورمالمون هذايا الرابيل وهذوما الحاجات المهمه كما قلت لك اللي نستحقهم في الدرس نتاعنا اليوم داكوردو به هيا توا باش ندخلوا في الدرس هاي توا اون فا كومونسي دونك لو شابيتر بي الوغ خلينا نحكيو شويه لهنا على كلمه افونسمون اسم الدرس هو افونسمون دون رياكسيون شيميك بي كلمه افونسمون واش معناها avancement جاي من الفيرب جاي avancer avancer واش معناها كنحبوا ناخذوا سينونيم اخر الافونسي يعني حاجه قاعده تقدم ديبلاسي يعني حاجه قاعده فما ديبلاسمون داكور شانجمون صحيح كلمه باهي هذه شانجمون داكور دونك احنا باش نتبعوا الرياكسيون شيميك lorsqu'elle avance تبدأ elle avance بشويه بشويه اش معناها معناها باش نبداو نتبعوا في لي رياكتيف كيفاش قاعدين il disparaît progressivement disparaissent progressivement et comment les produits ils apparaissent progressivement كي نقولوا كلمه progressivement شنو هي البارامتر مال لهنا اللي باش نخدموا عليه simultanément نو نو حاجه تبدا تقدم بشويه بشويه معناها تقدم اون فونكسيون دو كوا دو طون دو طون مالا توا في الرياكسيون شيميك احنا من البروميير اني ودوزيام تروزيام نقراو في الرياكسيون شيميك ما غير طون ما غير وقت ماناش قاعدين ندرسوا في الرياكسيون شيميك اون فونكسيون دو طون جينا في الباك لهنا وباش ندخلوا الوقت في الحكايه داكور معناها باش نتبعوا الرياكسيون شيميك كيفاش تقدم اون فونكسيون دو طون داكور هذه هي الفكره نتاع الدرس كليغ بي غونت ان ايفولوسيون دان سيستيم شيميك تاو نشوفوا واش معناها ايفولوسيون كومون لو سيستيم شيميك اي ايفولو مي قبل ما نشوفوا ليفولوسيون خلينا ناخذوا فكره اش معناها سيستيم شيميك داكور اي تيست ريكسيون لا نو نو انتم ما تقراوش الفيتيس راه ما تقراوش الفيتيس انتم لو داكسيون دو ماس ولا افونسمون كاو صحيت تقراو الافونسمون ومن بعد ساعه تقراو نوسيون ديكيليبر تقراو ليستيريفيكاسيون ومن بعد تمشيو تقراو لو داكسيون دو ماس سنقرو باز واسيد اي بيان سور اي تقراو لي داسيد والباز والبي اش كيما السيكسيون سيونس وماس بالضبط سمعت قالوا في الفيزيك رجع شو اسمه اوسيلاسيون ميكانيك اي الميكانيك رجع بيان سور هو برنامج رجع بنسبه 98% هذا رجع كامل بنسبه 98% كوردو اي الاولاد لهنا بالليل الاولاد فما شويه فما ميكرو قاعد يعمل شويه حس اي فوالا هكا سي بون اي اي اش قلنا لهنا قلنا باش نتعرفوا على السيستيم شيميك اش معناه داكور اي ان سيستيم شيميك ترى اون فا اناليزي الديفينيسيون هذه بشويه بشويه فما دي مو كلي فيها خاطر قال لك ان سيستيم شيميك اي ديفيني بار ديفيني بار شنيا بار لي زيسبيس شيميك بريزونت ا ان انستون شفت لهنا دخل الوقت في الحكايه هاوكا ان انستون دوني دونك قال لك السيستيم شيميك هو عباره على لي زيسبيس شيميك الموجودين في لحظه معينه دوني اي لور كونتيتي او مول دون دي كونديسيون دو تمبيراتور دو بريسيون دوني
lorsque les espèces chimiques réagissent, mais là, il y a quelqu'un les espèces chimiques réagissent. Je suis sûr que les espèces chimiques. قالك لي زيسبيس شيميك يتفاعلوا مع بعضهم شنو هما اللي يتفاعلوا مع بعضهم لي رياكتيف ما لا يقصد لهنا لي رياكتيف ما لا سيستيم شيميك لي كاركتيريزي بار لي رياكتيف اونتر اي لو سيستيم شيميك ايفولو معناها اذا كان لي رياكتيف هذوما يتفاعلوا مع بعضهم السيستيم ال ايفولو معناها يتطور ويقدم اون فونكسيون دو تون اونتر ان ايتا انيسيال اي ان ايتا فينال D'accord ? Au cours d'une transformation chimique. La transformation chimique est modélisée par une réaction chimique. D'accord ? Donc, les espèces chimiques, les réactifs, les produits. Allez, les produits. À la khatr, les produits, ils sont en fonction du temps. C'est clair ? Alors, je vais modéliser ce système chimique qui m'a chauffé dans la simulation comme cadre. Donc, on va AT égale à 0 à l'état initial. À l'état initial. شنو يبدا عندي فيه السيستم شيميك لي رياكتيف لي رياكتيف لي برودوي من الاول نجم نلقاهم لا لا كاين لي رياكتيف كاين لي رياكتيف برك كاين لي رياكتيف برك قلنا هذا الكادر هذا سي لو سيستم شيميك سي لو سيستم شيميك به كي ناخذ توا انا السيستم تاعي هذايا هو بيد لكن ناخذه في وقت اخر في وقت سوبيريور D'accord ? Maintenant, qui n'est à t égale à, ou à la supérieure à 0. C'est état en cours. Ou en cours de la transformation. Maintenant. Hey, là, nous avons sorti de l'état initial. Ou le système est en train. Donc, les réactifs, ils vont faire avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux, donc ? Les réactifs. Ils vont faire avec eux, donc ? Les produits. Les produits. Les produits. Voilà. D'accord ? Maintenant, le système chimique, il y a les réactifs barca à l'état initial. وفي ايتا انترميديير ولا ايتا انكور تلقى فيه لي رياكتيف اي لي برودوي داكورد دونك هذا ايش معناها لو سيستيم شيميك دونك لو سيستيم شيميك رونفيرم لي زيسبيس شيميك اللي هما لي رياكتيف لي برودوي موجودين في ايتا معين في انستون معين داكور به مينتنو ثوازيامون باش نشوفوا كومون لو سيستيم شيميك ايل ايفولو كيفاش يتطور السيستيم شيميك كيفاش يقدم السيستيم هاي تبع معايا في هذه هاي الرياكسيون هذه عندكم عليها فكره من التروازيام اني دونك لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون ها دونك شحاطين على هنا السيستم قالك شفيه فيه الزنك فيه الزنك والسلفات دو كويفر هذوما دونك اليتا انيسيال اش عندك داكوغ معناها عندنا بيشير حاطين فيه السلفات دو كويفر هذه سي او اس او 4 داكوغ ها السوليسيون الزرقاء هذه وحاطين فيها لام دو زنك لام نتاع زنك حطيناها في السوليسيون دونك الرياكسيون هذيا كيما قلنا سي لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون دوكسيدو ريدكسيون اللي شفناها في التروازيام اني داكوردو ترا تنجمش تعطيني كاركتير للرياكسيون هذيا دابري لي شيما دابري لي فيغور فما كاركتير واضح على الاخر لهنا دونك هو شنو ياخذ خذ دي زيماج لهنا ليماج الاولانيه ليماج الثانيه ليماج الثالثة وليماج الرابعة وكل إيماج خذها في انستون معين هذه يخذها أبري 50 مينوت هذه يخذها أبري 90 مينوت هذه يخذها أبري 180 مينوت معناها إذا كان وصلنا ل 180 مينوت معناها شنو نجم نقول على الأكسيدو ريدكسيون سي اون رياكسيون كي اي لونت لونت ترازيدني كاركتير واحد آخر ما استحقيناش انترفونسيون اكستيريور ما استحقيناش فلام ما استحقيناش انتانسيال الكتريك سبونتاني لا سي اون رياكسيون سبونتاني به دونك خذينا فكره على نوعيه الرياكسيون واللي كاركتر نتاعها به توا غوغاردي توا بوسك اعطاني ترواز ايماج معناها لي ترواز ايماج هذوما كوريسبوند ولا لي كاتر ايماج كوريسبوند ا دي زيتا حالات يمر بها من السيستيم هذا السيستيم تاعنا نلقاوه في كل انستون في حاله معينه داكوغ معناها توا عباره باش نحطوا ايشال نتاع طون ici. Mais, l'état هذايا qui correspond للتصوير الاولاني اش نجم نقول عليه هو l'état initial du système initial temps 0 monsieur صحيح معناها هذه t égal à 0 c'est-à-dire l'état initial d'accord من بعد كان تلاحظ هنا فما ان ديبو بدا يظهر لهنا علام الديبو هذاك هو الديبو نتاع الكويفر فما كويفر لهنا بدا يظهر داكوغ دونك هذايا سي او
معنى autrement dit سي او دو بلس اللي كان في السوليسيون لهنا بدا يتحول لسي او سي او دو بلس بدا يتحول لسي او داكور بي كي نمشيو لايتا واحد اخر تو خرجنا من الزيرو ونحكيو دونك على تي سوبيريور لزيرو في هذا وفي هذا داكور كي نزيدو في الوقت اكثر 90 مينوت تلاحظ اللي الكونتيتي هذيك زادت اكثر نتاع الكويفر داكور زادت اكثر سي كلير مي لا او كور دو طون شنو هي نجم نقول اللي لا كونتيتي دو ماتيير والا الماس نتاع البرودوي ال اوغمونت ولا ال ديمينو اوغمونت شوف الكويفر قداش ولا هذا كله كويفر شوف داكور هذا كله كويفر معناها كان تلاحظ اللي الكونتيتي نتاع الكويفر لهنا قاعده ال اوغمونت او كور دو طون هذاك اش معناها لو سيستيم ال ايفولو هذاك علاش قال لنا ايفولوسيون يحكينا على ليفولوسيون دونك ليفولوسيون دو سيستيم او نيفو دو شانجمون اي لو لا فارياسيون دو لا كونتيتي دو ماتيير معناها لا كونتيتي دو ماتيير دي برودوي ال اوغمونت داكور بي هذا بالنسبه للبرودوي اذا كان ناخذ الرياكتيف مثلا الرياكتيف هو سي اي دو بلس دونك وي سي اي دو بلس كيما نعرفوا هو المسؤول على الكولوراسيون بلو هذه معناها ريت السوليسيون هذه دو سلفات دو كويفر علاش زرقاء على خاطر فيها ليون سي اي دو بلس داكوردو هو علاش زادنا ان دوزيام بيشير هنا علاش زاد دوزيام بيشير الدوزيام بيشير هذا باش نقارنوا به الكولور باش نقارنوا به الكولور ترى امشي لي للاخر ايماج ليماج الاخرانيه شوف الكولور هنا كيفاش ولا نتاع السوليسيون دونك عباره ولات سوليسيون ترانسبارونت هكا ولا لا واضحه فما كديبول اي نحكيك على سوليسيون تاع البرودوي حكينا عليهم تاع باش نمشيو للرياكتيف قلت لك شوف لي التصويره الاخرانيه دونك هذه مازالت زرقاء بيان سور هذيك هذه البشير اللي باش نقارنوا به لكن السوليسيون هذه شوف الكولور نتاعها مازال عندها كولور ازرق نو نو ولات ترانسبارونت ايش معناها الكلام هذا اذا كان السوليسيون ولات ترانسبارونت يعني سي دو بلس ديسباري صحيت معناها سي دو بلس سي ما عادش موجود في سيستيم على خاطر انا قلت لك سي دو بلس هذايا هو المسؤول على الكولوراسيون بلو اذا كانت تتنحى الكولوراسيون بلو معناها سي دو بلس ما عادش موجود معناها اوترمون دي او كور دي طون سي دو بلس قاعد ديسباري قاعد ديسباري دونك بروغريسيفمون مالا شنو الخلاصه نتاعنا اللي او كور دي طون كي نحكيو دونك على ليفولوسيون لهنا نتاع السيستيم Donc, les quantités de matière des réactifs, elles diminuent au cours du temps, et la quantité de matière des produits, elles augmentent au cours du temps. Mais il y a quel... C'est la solution qui est là. Oui. C'est la solution qui est là. C'est une solution qui est là. C'est ça. C'est bon, c'est ce qu'il y a. Donc, il y a quel... C'est de plus, c'est bon, c'est là. ايش نجم نقولوا مالا اللي السيستيم مازال تنجم تقدم اكثر نو ما نقولوا اللي الكاتريام ايماج هذه كوريسبون اليتا دافونسمون ليتا فينال ايتا فينال مالا شفت كيفاش السيستيم قداش من ايتا يتعدى بايتا انيسيال من الاول ويتعدى بايتا انترميديير لهنا والا ايتا اون كور وفي الاخر دونك يوصل لليتا final. Donc, ça veut l'évolution d'un système chimique. D'accord? Donc, il évolue entre un état initial et un état final. Wadha? C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Beh, tawa nzidou nfahmouha akthar l'hikaya hadhiya bhal les oscillogrammes hadhouma. D'accord? Lehna pour mettre en évidence la notion d'avancement. D'accord? Donc, on a passé le deuxièmement, l'avancement d'une réaction chimique. Rekz maï l'hné. Ben, l'hné, à partir des oscillogrammes, nous allons savoir ce que nous avons dit avancement. D'accord? Ben, il y a une réaction qui est A plus B, nous allons réactif. Chertini donc C. Donc A plus B, puis j'ai C, ou alors qui m'a connu les coefficients stoichiométriques, petit A, petit B, ou petit C. Alors, d'après vous, je n'ai pas sauvé de l'année, cet axe, c'est la quantité de matière, c'est-à-dire que j'ai dit la quantité de matière initiale de A, N0 de A, c'est-à-dire que j'ai dit la quantité de l'A de l'eau, c'est-à-dire la quantité de l'A de l'eau. D'accord? Et c'est
الكميه نتاع البي من الاول هاي لهنا ان 0 دو بي مثلا هذه 0.5 مول هذه 0.4 مول مثلا داكور به لكن اش تلاحظ لهنا اسكو عندي كونتيتي نتاع سي با 0 معناها ليتا هذا كوريسبون اكاليتا انيسيال انيسيال ولا انترميديير ولا فينال انيسيال فينال هذا سي ليتا انيسيال متفاهمين تاو معناها تي قال زيرو تاو لو سيستيم il va évoluer معناها تاو باش نتعداو لتي سوبيريور زيرو معناها ايتا اون كور شنو تلاحظ لهنا شوف النيفو نتاع الا كيفاش طاح الا كان لهنا والبي كان لهنا داكور لي ميكرو عايشكم دونك الا كان لهنا النيفو نتاعو ها هو لهنا في ايتا اخر شوف وين نلقاوه توا معناها الكونتيتي نتاع الا ال ديمينو كيف كيف الكونتيتي نتاع البي البي كان لهنا توا في ايتا اخر نلقاو لهنا معناها الكونتيتي نتاع البي ال ديمينو داكور مي لا كونتيتي دو سي كما تلاحظ لهنا زادت ال اوغمونت كانت في الزيرو من الاول طلعت سي كلير كيف كيف لهنا سيبوزون مثلا هذايا لي تا من الاول خذيناه هذا تاع الا وهذايا نتاع البي من الاول كيف كيف لهنا سي كلير ا بارتير دو لانستان لانستان زيرو هذه مثلا في انستان اخرى تي سوبيريور لزيرو الكونتيتي نتاع الا زادت تحت اكثر ا بارتير دو لا كونتيتي انيسيال ومتاع البي زادت تحت اكثر ا بارتير دو لانستان انيسيال ومتاع السي بيان سور زادت اكثر داكور فوالا به اش تلاحظ لهنا اللي في الايماج الاخرانيه في الدياغرام الاخراني ا بارتير دو دو لانستون انيسيال هذه كلها الكونتيتي اللي تنحات من ا لكن البي وينو ديسباريس دونك البي لهنا الكونتيتي نتاعو لو نومبر دو مول دو بي ايغال زيرو ما عادش موجود مالا اذا كان البي ما عادش موجود نجم نقولوا عليه البي البليب ريدكتور ليميتون واذا كان وفين رياكتيف دونك الرياكسيون كما قلنا توفى معناها الدياغرام الاخراني هذا كوريسبون ا كال ايتا ليتا فينال ليتا فينال ترى باش تزيد تفهمني اكثر سيبوزون ليتا فينال هذا تي وصلنا له في 50 دقيقه 50 مينوت كي نعطيك انا انستون اخرى 60 مينوت ينجم السي مثلا يزيد يطلع اكثر معناها والا البي يزيد يطيح لا لا مش تقعد بعد 50 مينوت 52 60 100 مينوت 120 مينوت ديما باش تلقى عندك نفس الدياجرام هذا ماهوش باش يتبدل صحيح ولا لا متفاهمين واضح نجيو توا لك الكونتيتي اللي نقصت هذيك اك الكونتيتي اللي نقصت من الا هذيا باش نسميوها دونك ا اكس معناها الكونتيتي انيسيال دو ا نقصت ب ا اكس والكونتيتي نتاع البي بقداش نقصت بي اكس اكس والكونتيتي نتاع السي بقداش زادت ا اكس بس بي اكس لا لا سي سي هاي هاي سي اكس نعاود الكونتيتي نتاع الا ا بارتير دو لا كونتيتي انيسيال نقصت بالكونتيتي هذه سميتها ا اكس كونتيتي ا اكس والبي بقداش نقصت نقصت بي اكس والسي تزاد بسي اكس تقول لي انت علاش اكس هذه على خاطر السيستيم قلت لك الايفولو ما قاعد الايفولو فونكسيون دو تون معناها لي رياكتيف قاعدين ينقصوا بشويه بشويه واللي برودوي قاعدين يزيدوا بشويه بشويه دونك اكل الكونتيتي هذيك اللي قاعد تنقص من لي رياكتيف وتتزاد للي برودوي هذيك فاريابل اون فونكسيون دو تون ماهيش كونستانت هذيك علاش اعطيناها النوتاسيون اكس معناها الاكس في اللي تا هذايا ماهوش هو بيدو الاكس في اللي تا هذا فهمتني ماهوش هو بيدو الاكس في اللي تا هذا داكور دونك الاكس اللي فاريابل دونك الكونتيتي هذيك اللي فاريابل اون فونكسيون دو تون هاك الاكس هذاك هو اللي باش نسميوه دونك l'avancement de la réaction. C'est clair? Voilà.
Mais إذا كان مش نعطيه définition للavancement, نجم نقوله اللي l'avancement d'une réaction chimique notée X est le nombre de fois que la réaction a marché depuis l'état initial. L'avancement X il s'exprime en mol, c'est une quantité de matière. Mais l'avancement هذا هو عبارة على quantité de matière قاعدة تتبدل en fonction du temps. D'accord? هي donc il nous renseigne sur l'avancement de la réaction qui fait cette réaction قاعدة تقدم depuis l'état initial. D'accord? Mais je trouve comme est-ce que vous m'entendez ou là? Est-ce que là هنا في l'état initial عندي X là هنا موجود l'avancement? في l'état initial لا ما فهمتش. مال الاكس لهنا في الليتا انيسيال قداش؟ زيرو. زيرو. وفي الليتا انترميديير؟ سوبيريور لزيرو. سوبيريور. وفي الليتا انترميديير هذا باش يكون سوبيريور لزيرو اوسي. هذا مش ليتا فينال معناها لهنا الاكس شنو هي النوتاسيون اللي باش ياخذها؟ باش ياخذ نوتاسيون اكس اف معناها اكس نتاع ليتا فينال. 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 D'accord. Tu à partir de l'état final, est-ce que le x, tu as en fonction du temps? À partir de l'état final. Non. Hey, le x, tu as le l'état final, le x, l'avancement, il reste constant en fonction du temps. Je pense. Bien. توا احنا توا في ليزيكزيرسيس ماناش باش نخدموا باللي دياغرام هذوما قلنا لي دياغرام هذوما جوست باش نفسروا به مش معناها افونسمون وكيفاش لي كونتيتي قاعدين يتبدلوا ان فونكسيون دو طون كي نحبوا نلموا توا لي زانفورماسيون هذوما الكل وين نجموا نحطوهم نحطوهم في سكون ابيل ان تابلو دافونسمون داكور توا مالا اون بو ريزومي لي زانفورماسيون هذوما الكل نحطوهم دون ان تابلو يتسمى دونك لو تابلو دافونسمون Mais je n'ai pas de tableau. Comme tout tableau, il y a des lignes et des colonnes. Il y a donc des lignes comme ça et des colonnes. L'OLED, le tableau d'avancement, je vais vous dire, il y a des lignes, il y a des lignes, il y a tableau d'avancement. C'est le voilà, il y a une question de cours. Mais c'est la base. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous tableau d'avancement. Vous avez ب فيه 1 2 3 4 5 في 5 ليني ب تاخذ انت توا كولون الاولانيه هذه هكا وتقسم التابلو نتاعك لهنا ومن بعد تمشي للليني الثانيه هذه وتزيد تقسمها هي على 2 داكوردو فوالا توا باش نبداو نكتب في الليني الاولانيه باش نحطوا ليكواسيون معناها لهنا تكتب ليكواسيون ليكواسيون دو لا رياكسيون ب وفي في الليني الثانية لهنا باش تحط ليتا ليتا نتاع السيستيم والكاز اللي من بعدها تحط لافونسمون داكوغ ليتا عندك ايتا انيسيال ايتا اون كور ولا انترميديير كيف كيف وعندك ايتا فينال في لافونسمون توا واش تفهمنا لهنا قلنا ليتا انيسيال قداش لافونسمون زيرو زيرو ولهنا اونكور اكس وفي الفينال عندك اكس اكس اف يعطيكم الصحه به لهنا قلنا باش نكتبوا ليكواسيون نكتبوها دو معناها دو دون فاسون جينيرال ا بلس بي باش تعطينا دونك سي وهذوما كما قلنا لي كوفيسيون ستوكيومتريك بي تي تا بي تي بي بي تي سي اهم حاجه توا في التابلو هي الليني هذه باش نحطها عليها علامه تختار اهم حاجه هي الليني هذه باش شنو باش تحط انت في الليني هذه باش تحط لونيتي نتاع التابلو لونيتي شنو هي الجروندور اللي باش تخدم عليها الجروندور اللي باش تحط شنو ما سو سون دي كونتيتي دو لا باش تخدم على الكونتيتي دو ماتيير الساعه مول دو ماتيير وتحط لونيتي ما تكتبش كونتيتي دو ماتيير هكا هاو تحط لونيتي اون مول داكور فوالا الغلطة هي هذه اللي قلتوها كلام ما يحطش يونيتي للتابلو الكوريكتور اللي باش يصلح لك او كي باش كيبدا عندك كيستيون فيه تابلو اول حاجه يغزر لها هي هذه هي الليني هذه يشوفك حاط لونيتي نتاع التابلو ولا ماكش حاط ماكش حاط لونيتي يفسخ لك عليه من غير ما يبقى يقرا خاطر كيما تعرفوا في الفيزيك ولا في الشيمي حاجه ما غير يونيتي عندنا نحن راه ما عندها حتى معنى مش كيما في المات مثلا في المات ما فما حتى يونيتي داكور لا في الفيزيك لا
فيزيك اي فالور ولا اي غروندور راهي عندها وحده معينه داكور دونك تابلو ما غير يونيتي تاخذ على زيرو داكور هاي ايش باش نحطوا لهنا قلنا باش نحطوا لي كونتيتي دو ماتيير نبداو باللي تا انيسيال اللي هو اللي تا هذا داكور كي كوريسبون للدياغرام هذا شنو هي عندنا اللي تا انيسيال عندنا الكونتيتي انيسيال نتاع الا والكونتيتي انيسيال نتاع البي دونك ان 0 دو ا ان 0 دو بي عنديش برودوي سي زيرو ما عنديش برودوي ها هو ما فماش برودوي سي معناها زيرو ومن بعد توا الكونتيتي نتاع الا نقصت ولا زادت نقصت ابون الا والبي نقصت يعني اكل كونتيتي هذيك ان 0 دو ا بقداش نقص موان اكس والكونتيتي نتاع البي قداش نقصت موان بي اكس والكونتيتي نتاع السي قداش زادت سي اكس توا في الليني الاخرانيه ما عندك ما تبدل جست الاكس بدلها باكس اف معناها ان 0 دو ا موان ا اكس اف موان 0 دو بي والاخرى اكس سي موان بي اكس اف والاخرى سي اكس اف هذا هو التابلو نتاعنا اللي تري سامبل داكور هاي اجي ناخذوا عليه ابليكاسيون ترا سي لا والبي نومبر دو مول كيفاش لا والبي هم النومبر دو مول الا والبي هاي لا النومبر دو مول هو هذا الان ان 0 دو ا هو لو نومبر دو مول البي سي تان رياكتيف البي هو رياكتيف ها باش ناخذ اكزامبل ها باش ناخذ اكزامبل هاي ترا نحاولوا نصوروا توا التابلو دافونسمون كي كوريسبون للرياكسيون هذيا هاي سي تون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون هاي خلينا ناخذوه التابلو باش نعاودوه نحن انا توا عطيتك حاجه دون لو كا جينيرال فهمتني دون لو كا جينيرال توا خلينا نطبقوا على اكزامبل معين خلينا نطبقوا انا مسين نحكي على البيتي تا والبيتي بيك هاي هذوما باش يتنحاو ها هما هذوما باش يتنحاو يبقى التابلو هذاك هو بيتو باش نعاودو هاي بي هاي الرياكسيون الفوق هذيك الرياكسيون تكتبها لهنا هاي نكتبه مالا عندي سي او بلس 2 ا جي بلس va donner سي او دو بلس بلس 2 ا جي هاي à l'état initial شنو هي عندنا عندنا لي كونتيتي انيسيال نتاع لي دو رياكتيف نتاعنا معناها ان 0 دو سي او وعندي ان 0 دو ا جي بلس لو كوفيسيون ستوكيومتريك هذايا 2 ما ناخذوش à l'état initial داكور ما ناخذوش هذاك اللي باش نطرحوا منه من بعد نحن و à l'état initial عندناش لي برودوي 0 0 0 ما عندناش دي برودوي من بعد لي كونتيتي هذوما باش ينقصوا ان 0 دو سي او موان ان 0 موان 0 موان 0 خاطر ما عندناش 1 والان 0 دو ا جي بلس موان 2 ها هي 2 ولهنا موان 2 اكس دو ا جي 2 اكس ها هي 2 داكور توا في ليتا فينال جوست اون بلاس x par xf, donc moins xf, n0 de ag plus, moins 2xf, xf, c'est très simple comme un tableau. D'accord? Voilà. B. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Femèche sous L. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Mais Fermi, écoute. Monsieur, les dîmes flita intermédiaire dîmes x maximal. Là, ma كتبناش حاجه هذه نحن فليتا انترميديير نو نو الاكس ماكس ديما مربوطه بالليتا فينال زاد ماهيش مربوطه بالليتا انترميديير واش نشوفها تو بالله في التابلو نحسبوا الكونتيتي دو ماتير ولا اي اذا كان مثلا انت في الاكزرسيس عطاك باش تحسب الكونتيتي دو ماتير ما تقصد نحطوا لي فالور نتاعها ولا لا في التابلو هذاك تقصد اي بيان سور مثلا عندك اكزرسيس قال لك بيتيتا كالكولي لي كونتيتي دو ماتير دو ماتير السؤال الاولاني هذايا انت باش تعمل الكالكول مثلا نومبر دو مول دو سي او انيسيال باش تلقاه 0.5 مول ان 0 دو اجي بلس باش تلقاه 0.2 مول مثلا
انت توا لي فالور هذوما 0.05 و 0.2 تنجم تحطهم في التابلو ما تكتبش هذوما، معناها هذه تكتبها 0.5 وهذه تكتبها 0.2 وهذه تولي لك 0.5 موان زيكس وهذه 0.2 موان 2 زيكس اكسيتيرا. فهمتني؟ واضح مسيو واضح. هاي نتعداو توا لحاجه اخرى مهمه اللي هي النوسيون دافونسمون ماكسيمال. نقراو الديفينيسيون تاعها. دونك لافونسمون ماكسيمال دون رياكسيون شيميك اي نوتي اكس ماكس داكور. Et la valeur, ça peut être la définition. Parle que l'avancement maximal ou la valeur de son avancement final. Et je vais vous dire ça. Parle que le x max avec, c'est le xf. C'est la définition. Quand est-ce que x max égale xf? Parle que si. Si le système chimique où elle se déroule évolue jusqu'à la disparition du réactif limitant. Mais la fin aka عندي x max égale à xf اذا كان السيستم نتاعي chimique système chimique يبدا فيه réactif limitant. اذا كان الريكسيون وي عطيك مش x max égale monsieur وي نسمع فيك مش x max égale xf كان في يبدا معناتها توتال الوحده اي ما هذيك اللي باش نوصلوا لها في الاخر نحن نضال راه هذيك اللي باش نوصلوا لها في الاخر فهمتني اما احنا دابري لا ديفينيسيون قال لك راهو الاكس ماكس هو بيدو الاكس اف اذا كان السيستم تاعك فيه رياكتيف ليميتون اذا كان الرياكسيون تاعك فيها رياكتيف ليميتون تنجم تعوض الاكس اف بار اكس ماكس داكور اي لا كيسيون توا كومون ديتيرميني اكس اف اكس ماكس داكور كيفاش نطلع الاكس ماكس bien alors نخدمو السيستم تاعنا هذا يا سيدي هاو باش نخدمو على هذا يا باش نخدمو على هذا cu de plus cu plus 2ag plus va donner cu de plus plus 2ag d'accord ben ونخدمو حتى باللي كونتيتي اللي ما ديتهم لك انا n0 de cu est égal à 0.5 mol ou n0 de ag plus est égal à 0.2 mol d'accord توا باش تطلع الاكس ماكس الاكس ماكس قلت لك باش مربوط دابري لا ديفينيسيون مربوط بالرياكتيف ليميتون معناها ما تنجم تطلع انت الاكس ماكس الا ما تطلع قبلها الرياكتيف ليميتون ليميتون نحن لي رابور نتاعنا ستوكيومتريك نقارنوه باش نطلع الرياكتيف ليميتون معناها ان 0 دو سي او نقسموه على الكوفيسيون ستوكيومتريك نتاعو ما هو ان ولا باش نقارنوه مع الان 0 دو اج بلس ونقسموه اجي نسيوريك هذا باش يبقى 0.5 وهذه 0.1 اصغر من 0.5 معناها انا هو الرياكتيف ليميتون اجي اجي بلس مال اجي بلس اي لو رياكتيف ليميتون ليميتون فوالا ب مال اذا كان الاجي بلس هو رياكتيف ليميتون معناها الكونتيتي دو ماتير فينال نتاعو ايتيغال كوا ما قلنا رياكتيف ليميتون مون il disparaît totalement اكس اف بشوي الرياكتيف ليميتون قلنا ال ديسباري توتالمون ما عادش نلقاوه زيرو زيرو معناها زيرو نتاعو قال زيرو تمشي انت توا للتابلو وتمشي لليتا فينال اللي هو هذايا وتلوج على الكونتيتي فينال نتاع اجي بلس وينو الاجي بلس هاي هذه الكونتيتي فينال دونك نمبر دو فور نمبر دو مول دو فينال دو اجي بلس هو دابري لو تابلو ان زيرو دو اجي بلس قال زيرو 2 اكس اف هاي هاي هذه الديفينيسيون تقول لنا تقول لك راه اكس اف تنجم تعوضه بالاكس ماكس اذا كان الرياكسيون فيها رياكتيف ليميتون اي با سي لو كا اجي بلس سي تان رياكتيف ليميتون معناها الاكس اف نجم نعوضها بالاكس ماكس معناها ان 0 دو اجي بلس موان 2 اكس ماكس توا تولي لي ايكال 0 ونخرج الاكس ماكس نخرج الاكس ماكس غاديكا x max تولي دونك لو نومبر دو مول انيسيال دو اجي بلس ديفيزي بار 2 قداش مول انيسيال دو اجي بلس قداش 0.2 تقسمها على 2 تلقى الاكس نتاع اكس ماكس نتاعك يقال 0.1 مول هاو كيفاش نطلعوا الاكس ماكس داكور هذه اون ميثود فما دوتر ميثود باش نطلعوا بها اكس ماكس نكتشفوهم في ليزيكزرسيس بار لا سويت كي نخدموا ليزيكزرسيس تو نكتشفوا لي ميثود الاخرين باش نطلعوا بهم اكس ماكس داكور وحتى الرياكتيف ليميتون راه ما فماش كان الميثود هذيا فما دوتر ميثود ها سيو وي سيو كي يبدا ما عنديش رياكتيف ليميتون كي يبدا ما عندكش ما يبدا ما عندكش رياكتيف ليميتون وتحب تطلع اكس ماكس تو سيبوز كو لا رياكسيون هذيك فيها رياكتيف ليميتون وتخرج منها الاكس ماكس علاش
على خاطر الـ X max هذية ما هيش حاجة experimental، هي حاجة تيوريك. داكور؟ إش معناها تيوريك؟ إش معناها؟ نعطيك أنالوجي باش تفهمني شوية. داكور؟ طيب نحن دفوار الفيزيك متاعنا على قديش؟ على عليه على قديش دفوار الفيزيك؟ على 20. على 20. ما لا تنجمش أنت تجيب 23؟ لا لا. ما لا هذه 20 هذه شنو يتمثل؟ الماكس نتاعك. الماكس. توا انت كي باش تخدم توا معناها كي يقولوا انت كي باش تخدم معناها الرياكسيون كي باش تخدم. داكور؟ قداش تنجم تجيب؟ من 0 لل 20. ليه؟ صحيح صحيح صحيح. تنجم تجيب فالور من 0 حتى لل 20. تنجم تجيبها انت ال 20. داكور؟ معناها كما نقولوا الـ XF متاعك هي بيدها الماكسيموم متاع الافونسمون. كما تنجم تجيب أقل من 20 جيب 15. الـ XF متاعك ما وصلش للماكس، وهكاك في الرياكسيون. هاو كيفاش أنا عندي هاي الفيجور، فهمتني؟ هاو وش ناخذوا لي دو كا، الكا هذايا والكا لخ. ريغاردي هاو هذايا الـ X كيفاش قاعد يفولو، هذه الكورب متاع X en fonction du temps. هذه الـ X en fonction du temps. الـ X max تلقاه موجود لهنا هكا في الـ 5، وإلا في رياكسيون أخرى تلقاه هكا في الـ 6 par exemple. شفت تواليكا هذه X max معناها حاجة constant ماكسيمال ما تتبدلش، هالدروات هذه هي الـ X max. داكور؟ في الكا الأولاني الـ XF ما هو الافونسمون الأخراني بكل أليتا فينا، معناها هذا وهذا أليتا فينا. الـ XF متاعك هو لهنا، كان تلاحظ إلي الـ XF متاعك كونفوندو مع الـ XMAX، هو بيدو الـ XF هذايا هو بيدو الـ XMAX. داكور؟ معناها إذا كان الـ XF هو بيدو الـ XMAX، مالا الرياكسيون هذه شنية فيها؟ فيها أن رياكتيف ليميتون، يعطيك الصح. في دوت الرياكسيون تلقى الـ XF ما وصلش للـ XMAX، عبارة أنت ما وصلتش للـ 20. داكور؟ الـ XF تلقاه هاو لهنا، هذا الـ XF متاعك، والإكس ماكس تلقاه الفوق شوية ما وصلش، دونك الرياكسيون ما وصلش للافونسمون ماكسيمال. داكور؟ مالا إذا كان الإكس إف ما وصلش للافونسمون ماكسيمال، الرياكسيون تاعنا فيها رياكتيف ليميتون؟ نو. معناها با دو رياكتيف ليميتون، با دو رياكتيف ليميتون. كيفاش نخرجوا الإكس ماكس؟ كيفاش قلت لي؟ كيفاش نجمو نخرجوا الإكس ماكس إذا ما فيه؟ أنا أني اللي تقصدها أنت؟ الثانية مسيو. الثانية هذه؟ تو سيبوز كو لا رياكسيون إي توتال تخدم نفس الخدمة. جست باش تكتب له هالفراز هذيا. داكور؟ تقول له سي لو سيستيم إيل رونفيرم أن رياكتيف ليميتون، وتخدم نفس الخدمة هذه وتخرج الإكس ماكس على روحك. معناها باش تعتبر اللي الرياكسيون فيها رياكتيف ليميتون. علاش قلت لك؟ على خاطر قلت لك الإكس ماكس هذايا نو ديبون با دو رياكتيف ليميتون، معناها هو سي ان افونسمون ماكسيمال. معناها اسكو الرياكسيون وصلت للافونسمون هذاك ولا ما وصلتش؟ فهمتني؟ شنو معناها ما فماش رياكتيف ليميتون؟ اش معناها الرياكسيون ما فيهاش رياكتيف ليميتون؟ حلو ياسر الكيستيون تاعك، حلو برشا. داكوردو؟ باهي خلينا جست نواصل الفكره هذه وبعد باش نجاوبك. به اذا كان الرياكتيف، اذا كان الرياكسيون تاعنا فيها رياكتيف ليميتون، انا وصلنا طول للرياكسيون توتال والرياكسيون ليميتي. اذا كان الرياكسيون تاعنا فيها رياكتيف ليميتون، الرياكسيون هذيك تتسمى انو رياكسيون توتال. توتال معناها الرياكسيون توتال فيها اوبليغاتوارمون رياكتيف ليميتون. واذا كان الرياكسيون تاعنا ما فيهاش رياكتيف ليميتون، تتسمى مالا رياكسيون سير ليميتي ولا بارسيال. باش نجاوبك على على الكيستيون تاعك، واش معناها رياكسيون ما فيهاش رياكتيف ليميتون. باهي روغاردي، باش نعطيك الرياكسيون الاولانيه، رياكسيون نيميرو 1 اللي هي فيها الا بلس بي، باش نعطيك توا سي بلس دي، هاو زدنا بروت بي اخر دي. داكور؟ بي تي تا بي تي بي بي تي سي بي تي دي. كي نقول لك لهنا سي ا اي لو رياكتيف ليميتون، اش تقول لي انت؟ اللي الرياكسيون هذه شبه؟ اذا كان قلت لك الا هو رياكتيف ليميتون توتال معناها اليتا فينال، اليتا فينال
شنو هي باش نلقى في السيستم وهذه جاوبنا عليها راهو في ذا اول درس اذا كان الار رياكتيف ليميتون معناها ما عادش باش نلقوه مع السيستم زيرو الار زيرو اي ما عادش نلقاوه معناها كي باش نكتب السيستم تاعي لهنا باش نلقى فيه السيستم بيان سور باش نلقى لي سي والدي والبي صحيح سي والبي والدي هذه بالنسبه للرياكسيون توتا نعطيك رياكسيون اخرى توا رياكسيون 2 رياكسيون 2 عندك الا والبي باش يعطيك السي والدي لكن ما عطاكش رياكتيف ليميتون هذه باش نقول لك راهي سي تون رياكسيون ليميتي هذه باش نقول لك راهي سي تون رياكسيون ليميتي دونك اذا كانت تكون الرياكسيون تاعك ليميتي معناها با دو رياكتيف ليميتون ما فما حتى رياكتيف ليميتون با دو رياكتيف ليميتون الديفيرونس تجي في ليتا فينال اليتا فينال شنو هي باش تلقى فيه السيستم اذا كان ما فما حتى رياكتيف معناها كي ديسباري معناها الكل هما موجودين الكل هم موجودين اليتا فينال معناها اليتا فينال باش تلقى الا والسي والدي هذه هي الفرق هذا هو الفرق ما بين الرياكسيون ليميتي والرياكسيون توتال الرياكسيون توتال فما عنصر تلقاه غايب فما عنصر من العناصر نتاع الرياكسيون تلقاه غايب بيان سور لي برودوي ديما موجودين اكيد اما يا الا ما تلقاش موجود يا البي ما تلقاش موجود يا الأ والبي زاد ما تلقاهمش موجودين تلقى كان لي برودوي الأ والبي كي ما تلقاهمش موجودين وقتها قلنا لي رياكتيف سون بروبورسيون ستوكيومتريك هكا ولا يعني رياكسيون توتال يعني رياكسيون توتال معناه إل سوفي رياكتيف ما عادش موجود الرياكسيون تاعك توتال أما إذا كان العناصر الأربعة الكل موجودين أليتا فينال معناه كي توفر رياكسيون تلقى لي رياكتيف ومعاهم لي برودوي الرياكسيون هذيك تتسمى ليميتي وهذاك علاش نزيدوها دوبل فلاش لهنا في الليكريتور داكوغ نجم نحسبوا فيها الاكس ماكس اي هذه تنجم تحسب فيها الاكس ماكس كيفاش تحسب الاكس ماكس وهي ما فيهاش رياكتيف ليميتون تقول له لهنا سي لا رياكسيون اي توتال معناها اذا كان جات الرياكسيون هذه توتال سي لا رياكسيون اي توتال tu vas supposer que cette réaction هي ليميتي لكن tu vas supposer اللي هي توتال معناها إذا كان جات الرياكسيون هذه توتال ها وين كان ينجم يوصل لافونسمون فينا فهمتني؟ اه وي مسيو فوالا مسيو وي مسيو معناتها نكتب سي لا ري سي لا رياكسيون توتال اي اكس اف ايكال اكس ماكس صحيت ونخدم على روحي اللي باش طلعها اكس ماكس هذيك صحيت تري بيان هكاك شو بربي هاني قلت لك هما راه فما دوتر ميثود هذو نكتشفوهم في لي زيكزارسيس وي فماشي نوتر كيستيون في الرياكسيون الثانيه كي لي رياكتيف مازالوا موجودين علاش من الرياكسيون تقف معني علاش ما تقعدش ما هو هذيك يا عبيه السؤال نتاعك نور ما وريت اللي طا هذا باش يهزنا الشابيتر اخر جديد كاريمون اللي هو الشابيتر اللي من بعد ليكيليبر شيميك فهمتني معناها اوترمون دي ريغاردي كان نصور لك انا لي دياغرام في سافيس على هنا رابيدمون يعطيكم الصحه قاعدين تطرحوا في اسئله باهيه لو قلت لنا اذا كان لي رياكتيف موجودين كيفاش الرياكسيون تقف به ها باش نحط لك انا مثلا الا والبي من هذا الا وهذا البي داكور من بعد الا والبي باش يتبدلوا لي كونتيتي دو ماتير نتاعهم والسي كيف كيف معناها الا مثلا باش ينقص ويزيد اون فيت هو راهو باش ينقص والبي كيف كيف معناها لا كونتيتي دو ماتير فاري والسي كيف كيف داكور من بعد لورسكو لو سيستيم ايفولو تلقى اكل لي كونتيتي دو ماتير هذوكم ما عادش يتبدلوا الا والبي والسي فهمتني لي كونتيتي دو ماتير ديما تلقاهم في ليتا هذايا او كور دو تون معناها كي تاخذها في هذه مثلا في الانستون تي 3 كي تاخذ مثلا السيستم تاعك في الانستون تي 4 تي 5 تي 6 اكسترا ديما تلقاه في ليتا هذايا ديما تلقى لي كونتيتي دو ماتير ريست كونستانت ايش معناها اذا كان لي كونتيتي دو ماتير ريست كونستانت او كور دو تون ماهمش قاعدين يتبدلوا معناها لو نوتر سيستم اتان سون ليتا فينال وهذاك اللي باش نسميه نحن ان ايكيليبر شيميك واضحه نور واضح فوالا به نمشيو لاخر حاجه في الدرس نتاعنا اللي هي لو تو دافونسمون فينال ما في ماهيش صعيبه جوست فورمول ابليكي دونك جو بونس سي سي كاتريمون جو بونس دونك لو تو
d'avancement final. Le taux d'avancement final هي عباره نسبه التقدم نتاع الرياكسيون tout simplement, d'accord, هي قداش بنا pourcentage disons la réaction نتاعنا قدمت, d'accord. Et tout نتاعنا le taux d'avancement final il est noté, le taux d'avancement final est noté tout f كيما هكا tout hein بلا نكتبوها بالصحيح tout, فما شكون يكتبها ح هكا نو تكتبش هكا تو ها وتكتب خط هكا اوريزونتال وبعد تاخذ الميليو نتاعو في الدرس في درس الارسي موجود هاي. تاخذ دونك تري كيما هكا اوريزونتال تجي للميليو للميليو نتاع التري هذاك وتهبط كيما لتر سي هكا فوالا هيك تو اما ح هكا نو داكور فوالا تو اف اي لو رابور بار ديفينيسيون اي لو رابور et le rapport de l'avancement final XF par l'avancement maximal maximal XMAX. معناها التو اف هذايا نقسموا الXF على الXMAX, c'est tout simplement ça. التو اف هو XF على XMAX. Voilà. Voilà. D'accord. توا عندنا deux possibilités. يا اما 2f يا اما xf يقال x max, يا اما xf يقال x max, معناها نحن توا في الكا هذا وقت اللي xf هو بدو x max الرياكسيون فيها رياكتيف ليميتون معناها الرياكسيون تاعنا توتال داكور, معناها سي xf يقال x max معناها قداش باش تلقاها الفالور دو تو بروميير كا 1 اذا كان 2f يقال 1 معناها اوتوماتيكمون الرياكسيون تاعك شبهها ليميتون من بروبورسيون توتال, اي معناها الرياكسيون الي توتال توتال اي بيان تو اف يقال 1 رياكسيون توتال. دوزيام كا اذا كانت تو اف انفيريور 1 امبوسيبل تكون سوبيريور 1 كما قلت لك انت امبوسيبل تفوت ال 20 في النوت ديما الاكس اف هذايا توجور الاكس اف توجور انفيريور ويقال اكس ماكس توجور, مالا اذا كانت تو اف يقال 1 معناها اكس اف اصغر من اكس ماكس معناها لافونسمون تاعك ما وصلش للماكسيموم معناها الرياكسيون تاعك ليميتي ليميتي رياكسيون ليميتي. بالله سامحني عندي سؤال. ايوه رياكسيون ليميتون سي قلت لنا انت كيفاش طلع لك سمارت مانيش قاعد نسمع فيك مليح راه عاود لي وعلي في صوتك شوي تسمع فيا هكا نسمع فيك سي قلت لنا انت في رياكسيون ليميتون نحط انا سي لا رياكسيون اي توتال صح ولا لا ونخدم معناتها كلش على رياكسيون صحيح اوتوماتيكمون مش تطلع لي الاكس اف اوتوماتيكمون مش تطلع لي الاكس اف ايجال اكس ماكس ليه مش هكاك ما هو الاكس اف انت باش تعطيها لك تخرجها من الكورب فهمتني غوغارديش باش تلقى به السؤال نتاعك هو في الاكزرسيس يبدا عندك رياكسيون رياكسيون ليميتي باش يعطيك معاها كورب معينه الكورب مثلا سيبوزون تاع اكس اون فونكسيون دو تون باش يعطيك الكورب هذايا داكور من الكورب هذايا انت باش تقرا اكس اف داكور دو باش تقرا اكس اف سيبوزون اكس اف تلقاها 0.5 مول داكور انت من بعد لوغسك باش تكتب سي لا رياكسيون اي توتال داكور وتخدم الخدمه نتاعك وتجيك لو نومبر دو مول انيسيال نتاع ال ا نتاع الرياكتيف ا موان ا اكس ماكس ما باش تعاود الاكس اف بالاكس ماكس تحطها يقال 0 سي ا اي تاع الرياكتيف ليميتون الx max لهنا باش يجيك n02 a sur a كي تعمل انت الكالكول هنا سيبوزون باش تلقى 08 مول معناها باش تلقى حاجه مختلفه على الاكس اف اللي انت باش تطلعها جرافيكمون وفي الحاله هذه التو اف باش يجيك اكس اف على اكس ماكس 0.508 حاجه انفيريور ا واضح ولا ايه؟ واضح بس ما انت ديما من الكورب صحيح مش ديما من الكورب يا من الكورب يا يعطيك دوني اخر تنجم تطلع به اكس اف فهمتني واضح فوالا فوالا دونك جلوبالمون هذا هو شنو هي فيه الدرس كيما تلاحظ راه فما فيه برشا حاجات جديده فيه دي نوسيون جدد وبازيك سورتو بازيك تابلو دافونسمون لافونسمون لافونسمون ماكسيمال لو تو دافونسمون فينال اكسيتيرا انا فيه برشا حاجات جديده دي نوسيون دو باز اللي باش يبقوا اللي باش يبقوا لي نوسيون هذوما يتبعونا حتى لاخر العام بريس ديما باش نخدموا بهم لي زوتي هذوما باش نخدموا بهم داكوغ فوالا دونك بور سيت سيونس غراتويت
D'accord. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant de... Monsieur. Oui. الفيديو هذا تطابق في الشان بتاع لا لا هذا يتو نبعثه لكم في الجروب نتاع الميسنجر هو سيون ريجستري لا سيونس نتو نبعثه لكم في الجروب نتاع الميسنجر داكوردو Voilà donc, merci pour votre participation aujourd'hui et peut-être on se voit inchallah في d'autres séances live. De rien. Oui. مسيو مثلا واحد باش يكمل يقرا مسيو قداش من حصه مش نعمل مثلا في الجامعه وكيفاش في السيري والله انا مع باش نقري الفيزيك مع البلاتفورم تاع مهدي تاع فهمتني اللي خاصه كيما قلت لك البلاتفورم تاع مهدي خاصه بالسيكسيون تكنيك انا باش ناخذكم في الفيزيك فهمتني معناها وي نضال نسمع فيك سي معناتها سيريات كيفاش باش تبعثهم لنا اي بيان سور بيان سور احنا انتم كي تتفاهموا مع مهدي وكل شيء وهو يعمل الجروب وكل شيء وينظم لكم الوقت معناها وقتاش باش تقروا التكنيك وقتاش باش تقروا الفيزيك وكل شيء فهمتني وقتها نبداو الخدمه نبعث لكم لي كور لي سيري وكل شيء داكور دو مسيا واحد كي ما فهمش حاجه مثلا كيفاش يتواصل معك بيان سور نحن من بعد باش نعملوا جروب ميسنجر خاص بينا اللي باش يقراوا معناها فهمتني فهمتك عندنا جروب ميسنجر اللي باش يقراوا اي حاجه دونك نهبطوها غاديك اي استفسار دونك تلقاها غاديك وحلت في حاجه تحط هبط في الجروب ولا تبعث لي انا في البريفي كل شيء دونك تبقاو ان كونتاكت مع بعضنا داكورد داكورد دونك فوالا ميرسي بور فوتر بارتيسيپاسيون اي اوجوردي اي ا لا بروشين ربي يبارك لك عايش ميرسي بوكو